I said 30 minutes بعدي خمس دقائق خمس دقائق علي شوي يعني اليوم معصب وزعلان معصبنا على عصب Hello guys, welcome back to my channel. طبعا دا اسوي شعري هسه اليوم عاجبني اخذكم وياي هيك فلوج اشوفكم شنو راح اسوي اليوم وبنفس الشيء it's get ready with me يعني تتحضرون وياي طبعا بعد ثواني واخلص شعري اوريدي خلصت من هاي الجهه اكثر من مره مسويه وياكم شعري فهي نفس الطريقه بصراحه اللي دائما اسوي بيها شعري طبعا ما عندي هوايه وقت عندي بس 30 دقيقه اتحضر دا اطلع ويا علي وصديقه اثنيناتهم ولد سو اكيد شدي تشينج بسرعه وغيروا وتحضروا and they're all ready And my clock is ticking. I have only 30 minutes. فلازم أتحضر بسرعة. أحكي هواي. خلي أقلب لكم هذا حتى تعرفون شنو أستخدم. صار لي يمكن أسبوع ما مسوية شعري بالستريتنر فعجبني أسويه. Guys كون عندكم يسألوني ثريا ليش تحكين عربي وإنجليزي؟ لأن أنا هيش أحكي بالبيت أحكي نص عربي نص إنجليزي. فلذلك من أحكي وياكم أخذ على الوضع إنه أحكي عربي وإنجليزي بس أحاول إنه أشرح لكم شنو معنى الكلمة الإنجليزية اللي أقولها أو شنو معنى الجملة الإنجليزية أرجع أعيدها بالعربي هنا. وحتى إذا غيري يحكي أحاول أشرح لكم حتى تعرفون مثلا غيري شنو قال. هذا اللي احاول اسويه يو نو مو سالفه انه اوه اني فيك احكي انجليزي يعني طبعا صارت اللغه العالم كليته يحكيها ماكو اي فيكه بالموضوع بالانجليزي بس احنا بعدنا اكو عالم لحد هسه بالدول العربيه تفكر انه الانجليزي is like something cool تشوفون هاي شعرايات شويه راح استخدم شويه موس مو هوايه لان ما اريد استخدم اويل اوريدي حاطه اويل على شعري انا هذا الموس اللي استخدمه من تريسيمي والهولد مالته اربعه لان كلش قوي جايز طبعا انا لابسه هدوم البيت بعدني ما مبدله بس لازم هسه بسرعه اسوي مكياجي طبعا راح نسوي مكياج جدا سريع قبل ما احط مكياج اريد استخدم الجيد رولر يعني انا هاي كلش احب استخدمها احسها تقلل من البافينس مال الصبح مال الوجه من يكون هيك الوجه عبالك بافي طبعا وجهي ورا ما استخدمها يبين مقسم اكثر يعني دائما انتبه على هذا الشيء ولا حد يقنعني انه لا لان اني اوريدي مقتنعه هسه راح احط اس بي اف قبل ما ابلش بالمكياج مالتي هذا الاس بي اف اللي استخدمه من باولا تشويس ليش استخدم هذا الاس بي اف لان احسه كلش خفيف كلش خفيف هسه حطيت الاس بي اف خلي نبلش بالمكياج المكياج راح يكون جدا سريع اول شيء راح استخدم الكونسيلر المكياج اللي راح تشوفوه هسه هذا المكياج اليوم اللي دائما اسويه اللي يطول سيريسلي 10 دقائق طبعا اسرع دمج ممكن تسووه للمكياج هو بالبرش مكياجي اليومي ما بي فاونديشن كونسيلر برونزر بلاشر مسكارا ذاتس ات هسه راح استخدم شويه سيتنج باودر من لورا مرسيي طبعا مرات ما استخدم سيتنج باودر بس اليوم رطوبه برا سو يراد استخدم سيتنج باودر طبعا ما اخلي السيتنج باودر هواي على وجهي بيتها دقيقه يمكن وراها اشيله حتى ما يصير كلش دراي هسه راح استخدم هولا برونزر اسوي برونزنج لوجهي واسوي كونتورنج الخشمي اسوي كونتورنج سريع للخشم بالبرونزر ايش قد احب الكونتورنج هيك احس سويت عمليه الخشم راسا طبعا بنفس البرونزر اسوي هيجي حتى يسحب العين برا لان ما اريد احط شادو بس احط برونزر من نهايه العين واجره فوق هيجي يصير ما يبين بس هو يسحب العين That's it honestly هسه راح استخدم هاي البتر بلاش من فيزيشن فورمولا كلش احبها عبالك هيجي كوكونات هي اصور بيها كوكونات فلذلك ريحتها كوكونات طبعا انا احط البلاش هنا نفس المكان اللي احط بيه الكونتورنج وشويه على الخدود احس هاي اكثر طريقه ترفع الوجه من تحطوها هنا وشويه هنا اضيف شويه حمارات هنا حتى ما يبين شويه نشاز تقريبا خلصت من مكياج الوجه هسه راح استخدم هذا السيتنج سبراي اربن ديكاي اول نايتر قبل ما احط المسكارا لا تخافون ما راح اضرب وجهي قبل ما ينشف السيتنج سبراي كله اسوي هيجي ببيوتي بلندر بيسكلي ادمج كل البرودكتس سوا بحيث تصير كلها طبقه واحده هاي راح
استخدم هاي المسكارة من هدى بيوتي لان ما حاطة اي شيء على عيني، مناوية احط مكياج على عيني، فبس مسكارة. فيراد مسكارة شوية هيك تخلي الرموش طوال. عندي بس هاي المنطقة دائما احس ما بيها شعر، ما ادري ليش. اضيف شوية هنا على الاند حتى تصير طوخ، تبين العين مجرورة اكثر. طبعا هاي خدعة كلش صغيرونة، تحطون اي لاينر على مدمع العين من فوق، تبين رموشكم كثيفة اكثر. Almost done. Yeah. I'm seriously almost done. I'm done. علي راح يروح يحط بنزين وهو صديقه ويجون ياخذوني حتى اقدر ابدل. طيب اخر شيء احط بس شويه هنا نقطه هايلايت وهنا شويه. وهنا جايز بالنسبه للحمره راح استخدم قلمين، ما راح احط حمره لان الماسك مالتي يشيل كل الحمر honestly، فراح استخدم هذول القلمين، واحد من كي كي دبليو اللي هو نود 2 يكون الغامق اللي احدد بيه، واللي اترس بيه الشفه راح يكون من ان واي اكس اسمه لندن. لندن جنجن لايك ذس، احطه على كل الشفه. بقى بس اثبت حواجبي بهذا البنفيت برو سيتر اي برو سيتر. خلصت مكياج، ذاتس ات جايز. مثل ما شفتوا خلصنا هسه المكياج، اروح ابدل وارجع لكم. طبعا ما اعرف شنو راح البس، بس اريد فشي كلش بسيط. جايز خلصت تبديل، ready. اشوفكم شنو اللبسه النهائيه. حطيت هذا كروب توب اللي يصير هو شويه تاي داي مثل ما تشوفون، هذا الشورتس تايت شورتس، وهذا الحذاء، وحطيت وياهم هاي الجنطه سو كيوت. يلا اشوفكم عندي، انتظروني جوا. هاي سبعوا هاي المرايه. طبعا جينا على هذا المحل مال اثاث نشوف قنفه، لان انا وعلي دريت نبدل وحده من القنفات مالتنا مال البيت، بس بعد مو اليوم اشوفكم، في يوم من الايام اسوي لكم. بس هاي المرايه ايش قد كيوت، غريبه شوي. اي وين راح نروح ناكل؟ صدق؟ راح نروح على مكان اسمه مسافر انديان فود هنا بهيوستن. ام اكسايتد، اول مره اروح له، بس شايفه صور على السوشيال ميديا ويقولون طيب، سو راح اجربه. علي هنا مزبان. علي سي هاي، شلونك؟ علي از تشيلين. مرة علي يكون شوية مودي محبي يكون قدام الكاميرا، مو دائما أنا وعلي يعني vibing on the same page، عرفتوا؟ أنا دائما أكون هايبر وهيجي شيء، بس علي مو دائما يكون هايبر، يعني تعتمد على المود. أنت شوية أكثر مودي، يعني أنت شوية مودي، فلازم أشرح لهم ليش مو أنت دائما وياي بالفلوكس. يزن you wanna say hi؟ Hi guys. Guys علي شوي يعني اليوم معصب وزعلان. معصب نعلى عصب بس اوكي فاين. No we're messing with your audience. مو معصب بس نستفزون. شوي هانجري يو، he's a little hangry guys. لا this is شلون تستفزون علي، قولوا له انت معصب، هو اصلا ما معصب، هو he's just chilling، بس قولوا له انت معصب، انت معصب، انت ضايج، واحكوا عنه يستفز. طبعا اللي ما يعرف يزن، يزن موجود بكوما، اصور تو فيديوز اور ون؟ والله لو ماكو ويند كان صارت حارة، بس لأن اكو ويند وماكو شمس اليوم مع السكاي تخبل. I hear the drizzle. سمعت الطشات اللي تجي. هاي بس الابيتايزرز. جابونا بعد اكل يومي. تمام، جبت سكرينز. يس. This one is the sauce of the palak.
هذا سبينيش صوص صوص مال سبينا وهنا صاير تشيز اكو بالنص. Well, I like the presentation honestly. That's what I'm excited for. يعني presentation is everything. Preparations here of our butter chicken for you guys to enjoy. Alrighty, so starting from the end closest to you, actually, ma'am. Nana, biryani. That's it. Ali, you guys are still enjoying it. So, and I'll give you some things. You see, snacks, healthy, all of them. I think I'm done. جبت كل الأشياء مالتي هنا وصارت كلش ثقيلة وهيك راح أمشي. Yes. بس العالم يقولون ها خلوا ويمن قاعد تحكي ما يعرفون إن أنا دحكي وياكم أصلاً. طبعاً هسه أريد أربط شعري وأمسح مكياجي لأن هذا أول شيء أسويه من أرجع للبيت. طبعاً ما أسحب وياكم مكياجي أكثر من مرة أسوي know this routine. لذلك حسوي وياكم بسرعة قبل ما أنام. طبعا هذا الميك اب ريموفر والكونزر أموت عليه. It's makeup remover cleanser all in one. أعشقه لأن صدق أحسه يشيل المكياج بطريقة كلش سريعة. بس من المسكارة تخيلوا. هوب هذا ثاني فيس واش راح استخدمه. طبعا هذا أي إنسان يعاني من حبوب أنصحكم به. Seriously. أكثر من مرة مستخدمته وياكم وكلش أنصح به. It's so good. احط هاي قد وهذا احاول صدق اخليه اقل شيء دقيقه على وجهي لان صدق يحارب الحبوب مو شقه. I love it جايز هاي وين صارت. طبعا وجهي ماكو سعري ولا قطره مكياج. نحط النايت كريمز. طبعا ابلش احط الاشياء اللي احطها كل يوم بالليل اللي هو فيتامين سي سيروم اي كريم مالتي دائما احط هذا من ايلمس. Hyaluronic acids. So I have the Face Reality product. آخر شيء أحطه اللي هو كريم. ورا ما أحط مالتي السيرمز أحطه. تشوفون بصراحة أنا ما أشوف نفسي إنه أحطكم أشياء. أحط أشياء كلش قليلة على وجهي. أحط شوية من هذا الأويل على حواجبي لأن يساعدهم يطولون و. ما ادري هي البنيه اللي من سوت لي حواجبي قالت لي هذا تحطيه على حواجبك كل يوم بالليل وخلص بس امشط حواجبي. That's it guys. الحين هي وياكم هنا الفيديو. اللي حب هذا الفيديو لا تنسون تسوون ثامز اب واللي بعده مسوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب. That's it. اتمنى تونستوا وياي. انا احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. Bye.